السلام عليكم اخوان، نتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في هذا البلوك. كما شفتوا الفيديو اللي حطيت لكم ديال الماك بوك، داكشي اللي درت لكم خصيصا هذا الفيديو. رجع الله يهديك، رجعي بقى ارجعي لي الفيديو ديالي، خليني نكمل الدراري، خليني نكمل غير البلوك. انا شفت غنصوركم من بعد، دابا نصوركم ها معنا الجنه، صافي ثلاثه لكم، انا فارس. صافي خليني نكمل البلوك، خليني نكمل البلوك. هذا الفيديو درته خصيصا لاي واحد اللي باغي المونتاج والايديتين، باغي يخدم التصاور، يخدم الفيديو 3 دي، باغي يخدم اي حاجه، اي صانع محتوى. خوت بغيت نقول لك واحد المعلومه، سير تقدا لك الماك بوك، سواء الاير سواء البرو. المهم بطبيعه الحال الاير انا ناقص شويه، ولكن البرو هو راه شي حاجه زايد نقزانيت، حيت اخوت انا كنت خدام بالويندوز. جيت دابا شفت الخدمه ديال الماك بوك، والله الا بقيت مصدوم اخوت. اش من ايديتين، اش من خفه، اش من كاليتي، عرفتي كلشي هارد. داكشي علاش غادي نبارطاجي معكم هذا الفيديو ان شاء الله، باش اي واحد بغى يفكر يتقدى شي ماك بوك تفرج في هذا الفيديو، غيقدر ينفعك نيت بزاف د الحوايج، باش ما تقولش كيما تقولت انايا، حيت وقعوا لي شي حوايج. ضربي شي توره، زيد 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 يلا يا اخوان خليكم مع هذا الفلوق اللي غيبدا دابا ان شاء الله. والله يسهل على اي واحد باغي يتقدى شي حاجه صوبه جديده. ديما نصيحه الخوت، بغيتي تشري شي حاجه سير قلب هو الاول. صافي 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 داري، راه ما يمكنش تبدا شي حاجه وانت ما عارفش عليها. وداك الشيء اللي درت انايا، مشيت كنقلب النهار الاول، اليوم الثاني، تضرب شي سيمانه وكنبقش شنيت، شنو هادي شنو هي هادي. داك الشيء كامل اللي استفدت غادي نبارطاجي معكم في هذا الفيديو، باش ما تقولش، ونقول لكم البلان اللي وقع ليا، الفلوس اللي كان غيمشيو فيه كاملين. احنا دابا طلعنا للدار باش نوريكم الاول السيتاب، نوريكم كلشي، وبطبيعه الحال غتعرفوا الحوايج اللي خصكم تقلبوا قبل ما تشري اي حاجه. المهم السيتاب ديالي، الا قلت الحال الخوت هادشي اللي قسم الله، هو باش كنخدم البي سي هذا. بعد مرات كيسخن عليه الحال، كيطفى راسو البي سي اللي تقديت كما شفتوا في الفيديو اللي داز. والابل تاعي بعد مرات كنخدم بها في فوتوشوب مثلا، في الايديتين، في الكولر جريدين، وشي حاجه تقريبا. واول حاجه الخوت قبل ما تشري الماك، اللي هي الفيريفيكاسيون ديال برا، ضروري اخوت اسمعوا الناس، البي سي غتفيريفي البي سي ديالك كامله من برا، الا كان طايح ولا كان مضروب وشي حاجه زيد عليها شي مسامر. ديما الا بغيتي تعرف المسامر، شد الفلاش، شد التليفون وزومي مزيان، ضرب شي تصويره ولا خدم الفلاش نيت باش تعرف البي سي واش محلول ولا لا. حيت الماك ما عنده لا شي تحل، كيجي بالسيتاب ديالو، كيجي مقاد بلا رام، بالديسك دير، المسائل كامله كيجي مقاد من الشركه ديال الابل، يعني ما كاينش تحل. بقيتي محلول، عارف شي بلانت، يا اما مبدل شي حاجه، يا اما شي حاجه خاسره فيه. مفهوم الخوت؟ ضروري غادي تشوف هاد الشاشه هادي الخوت، شوفها ياك ما معوجه، ياك ما خارجه من شي بلاصه بحال هكا، ضروري تشوفها تقيسها، شوف ديريكت نيشان، ياك ما عوجه من شي جهه، ياك ما الباب تا هو كيتضرب بالجد مثلا. هانتوما شوف كيتسق بشويه. هي فاش كتقلب السيرفيس ديال البي سي، كدوز للمرحله الثانيه اللي هي كتقلب لداخل. كتمشي بالضبط فاش كتفتح الماك بوك، كتمشي للتفاحه، كتبرك على اباوت ذيس ماك، هي فاش كيعطيك كاع لي زانفورماسيون كاملين، اين نوع ديال الماك، اين عام، وبالضبط اين شريحه فيه، وحتى لا رام، وواحد السيري، واحد السيري هو اللي مهم، هو هذا كما كتشوفوا. كتبرك على كوموند سي باش تكوبي، دخل جوجل، ادخل جوجل، غدير تشيك ام اي ماك بوك. المرحله الثانيه الخوت هي باش كتدخل هاد البلاصه هادي، لانش باد اللي فيها لي زابليكاسيون، كتقلب على فين هي هاد سيستم انفورميشن، هادي هي اللي كتعطيك السايكل. السايكل مهم في البي سي ديال الماك بوك. سمحوا لي ديما كنقول البي سي مع مولف، مازال عاطيني من عند الويندوز، صعيب تشونجا من الماك بوك. كتقلب على السايكل ديال الماك بوك، اللي هو مثلا شحال مره تشارج البي سي، شحال مره تخدم تقريبا. تدخلوا بالضبط الباور، ها هي كتبقى لكم هنا الشوا، ها هي سايكل اكاونت 110، وكتشوفوا ليطا ديال الباتري، شوا كونديسيون كتلقاو نورمال هنايا، كيما مثلا مبدل الباتري ولا شي حاجه. ديما كنصيحه الخوت، بغيتي تقدا شي ماك بوك برو ولا اي ماك بوك، ديما قل من 300، فتي 300 كتعرف بلي انه راه مدوز تماره وخدامين بينيت، دونك ديما قل من 300 في السايكل. قال عليها كتدخل جيت للساطا، ماشي الساطا بالضبط، ستوريج، هنا فاش كتفيريفي كتقلب واش مثلا ديسك دير، واش اش دي دي ولا اس اس دي، كاين اللي كيشونجي الخوت،
دونك هنا غتمشي غتقلب غتلقى ديفايس نيم، هاي ابل اس اس دي صافي اخوت. من بعد كتدخل كتقلب على كاميرا تشوف واش خدامه ولا لا. ها نتوما تبارك الله على كاميرا عندي اخوت، راه وارش لي ديتيلز كداتك بحال كتصور الكاميرا نيت. كنشوف واش خدامه ولا لا. ها نتوما شوف الفيديو تاعو واش خدام. ها نتوما صافي كتدخل غير البلاصه هنايا كتلقاو البي سي و نتوما شوف التصويره ها هو الفيديو. جربوا الصوت تا هو، كتمشيو للساوند اللي هو الصوت كتجرب هنايا. ها نتوما كتشربوا كتجربوا الصوت واش هو هذاك، كتشوفوا الميكرو واش خدام. ها نتوما اذا كتشوفوا هنايا راه كيتسمع الصوت ديالي بالضبط، يعني راه الصوت خدام من الريجل. كدوزو الويفي تا هو، طلق الويفي ديالك شوف واش خدام واش كيتشد ولا لا. من الاحسن شد الويفي ديالك. بلوتوث تا هو دير ديرو كونيكتي بشي حاجه شي كاسك وشي حاجه، يعني فاش بغيت تقدم معاك اخوت جي معاك ضروري الماتيريال، جي معاك مثلا اتش دي ام اي، جي معاك يو اس بي، جي معاك كارت ميموار، جي معاك شي ايفون. بغيت تجرب الاير دروب تا هو، اير دروب راه كتلقاه هنايا بالضبط. ها نتوما كاين بلوتوث كاين اير دروب هنا شوف هو هذا كيكون خدام مع الايفون. وكنصيحة خوت باش ما طيحش في الغلط اللي طحت فيه انايا، كانوا غيمشيو ليا فلوسي كاملين فواحد السيد مع واحد السيد جاب الله. داك السيد الله عمرها دار، ما كانش كان باغي يبيع ليا شي حاجه ديالو، سواء عارف سواء ما عارفش، لا علم لي الا الله. تلاقيت واحد الاخ وكان عنده واحد البي سي تبارك الله نقي زوين ديال الخدمه ديالو. لي زيتاب هادو اللي قلت لكم دابا دوزتهم كاملين، الا واحد الحاجه هي فورماطيتش الماك بوك. تا قربت نفورماطي والمسائل السيد كان مزروب كان مشغول شوف مهضور. ديك الساعه مشى قضى قالك لي صافي انا البي سي هو غنفورماطيه، انه الماك بوك كان فيه الام تي ام. من بعد ما فورماطيتو كنت كنبغي بغيت ندخل للسيستيم باش نخدم به، خرج لي واحد اللعيبه فيها باللي هاد البي سي كيمتلكو واحد الشخص، يعني هادي الام تي ام اخوت. الماك بوك هذا كيمتلكو واحد الشخص كيعطيوك السميه ديالو وفاش خدام بالضبط، يعني هو اللي متحكم فيه، ما يمكنش تدخل ليه بلا المود باس اللي دار هو بلا الايميل اللي دار هو. يعني مشاوك فلوسك تخورتي ضربك تران. كنحمد الله ونشكرو انه تلاقيت مع واحد السيد اللي الله يعمرها دار. وكان شي واحد اخر الخوت ما يعقلش عليا، وعطيتك البي سي ديالك شديت الفلوس جا في النف ضربك تران صافي. ديك الساعه قلت له ودي ها انت البي سي اخويا راه فيك في شي اتاويش في هاد اللعيبه هادي هادي دير الام تي ام. السيد ما تيقش كيقول لي ما يمكنش ام تي ام كيفاش. صافي جا جاب لي الفلوس ديالي يا يعني الامانه ديالك اخويا انا نشوف بي سي. قلت ليه ماشي مشكله كان كيفاش تحل ولا تحيد داك الام تي ام، انا مازال باغي نتقدم حيت كان بواحد الثمن اللي زوين تبارك الله، وكان الماك بوك برو ام 2. صافي ديك الساعه رجع لي الفلوس ديالي قلت فيها خير. بقيت كنقلب ديك الساعه تلاقيت مع واحد الدري كان خدام بي سي ديالو الحمد لله، بي سي طلع زوين ونقي تقديت عندو بقينا اون كونتاكت. ايوا الخوت هادشي اللي كاين باش حتى ما تطيحوش فهاد الغلط، فاش تشد البي سي فورماطيه مزيان كلو. فاش كتقلب البي سي كامل خوت كدوز للحله الاخرى اللي باش كتعرف واش البي سي في الان تي ام ولا فيه شي مشكل، كتحيد بعدا اليوزرز ولا كتحيد الاي كلود كتحيد اليوزرز زعما واش يكمل البي سي مروريه مع شي اكونت اخر. كطفي البي سي قبل ما تشعلو كتبقى بارك على البوطون ديال الشعل راه باين، كتبقى بارك عليه مع كتبارك عليه كيعطيك سميتو السيستيم، كتدخل ليه كتفورماطيه كتدخل الماك او اس ديالك. ديك الساعه خرج ليك خرجت ليك ديك لافيشر ديال انه البي سي راه كيمتلك واحد الشخص بلا ما تزعم ديه. كنصيحه من احسن دي شي بي سي دي اوفيسيال اللي تخدم على راحتك، حيت الام تي ام في اي لحظه يقدر يتحكم لك فيه مولاه، يقدر يتجسس عليك، يقدر يشوفك في كاميرا، يقدر يخسر لك الدواسه ديالك، يقدر يطفي لك يقدر يحيد لك جوجل يحيد لك يوتيوب كلشي حيت في الاستطاعه ديالو. نتمنى الخوت بلي هذا الفيديو نفعكم، ولاي واحد باغي يتقدى شي حاجه تتقلب عليها هو الاول، تتسول شي واحد ولا دي معك شي عشره كيفهم في هادشي بزاف، ولا بغيتي تفادى هادشي كامل سير عند محل وتقدم لعندهم. يلا تحياتي لكم اخوان، وخليكم كيف العاده في الفلوق الجاي. صحه وراحه.